هو قدوتك طبعا في الماضي وتصير انت الان على خطاه. نعم. من هو هذا المعلم وايش اللي سوالك؟ صراحه يشرفني وامسي عليه بالخير اللي هو استاذي الاستاذ عبد العزيز الزيد، والان اتوقع انه تقريبا شارف او انتهى من تحضير الدكتوراه. ايش اللي كان يسويه لعبد الله؟ ايش الحاجات المميزه؟ صراحه انا يعني التقيت به في مسجد في مدرسه تحفيظ القران، وشخص حببك في حفظ القران الكريم، اتوقع هذا بحد ذاته كفايه. سبحان الله مرت السنوات تلو السنوات وصار زميل مهنه. ايش الاختلاف اللي تشوفه في نفسك عن باقي المعلمين؟ صراحه المفروض هالسؤال انا ما اجاوب عليه، المفروض اللي يجاوب على السؤال هذا الطلاب، لكن اتوقع اذا المعلم اخلص النيه لله عز وجل وضع له هدف من تخصصه وحاول انه يسعى لترجمه هذه الاهداف على ارض الواقع، اكيد من حوله سيخبرونه انه مختلف عن باقي المعلمين.